مريم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه ديالي. فيديو ديال اليوم غادي يكون مراجعه لروايه مجدولين لمصطفى لطفي المنصوري. وهل الصور والخيالات التي تمتلئ بها اذهاننا وتموج بها عقولنا الا رسوم ضئيله لحقائق هذا الكون وبدائعه؟ ولو ان سامعا سمع وصف منظر الشمس عند طلوعها، او مهبط الليل عند نزوله، او جمال غابه من الغابات، او شموخ جبل من الجبال، ثم راى بعد ذلك عيانا ما كان يراه تصورا وخيالا، لعلم ان جمال الكائنات فوق جمال التصورات، وحقائق الموجودات فوق هواتف الخيالات. لذلك اعتقد اني ما تخيلت هذه السعاده التي اقدرها لنفسي الا لانها كائن من الكائنات الموجوده، وانها اتيه لا ريب فيها. إن اليوم الذي أشعر فيه بخيبة آمالي وانقطاع حبل رجائي يجب أن يكون آخر يوم من أيام حياتي، فلا خير في حياة يحياها المرء بغير قلب. مصطفى لطفي المنفلوطي هو كاتب مصري، ولد سنة 1876 ميلادية بالمنفلوط، وتوفي سنة 1924 ميلادية بالقاهرة، ويكتب الرواية، القصة القصيرة، الشعر والمقالة. له عدة أعمال مثل النظرات، العبارات، في سبيل التاج، الشاعر، وأعمال أخرى. كما قام بترجمة عدة روايات من بينها مجدولين، اللي قام ترجمتها من اللغة الفرنسية، اللي كان عنوان ديالها الأصلي تحت ظلال الزيزفون للكاتب ألفونس كار. فقام مصطفى لطفي المنفلوطي بتعريب هذه الرواية بطريقة تتناسب وطبيعة القارئ العربي. هذه النسخة من فضاء الفن والثقافة للنشر والتوزيع في 255 صفحة. يمكن تصنيفها ضمن الأدب الرومانسي، لأنه الأحداث تقع في ألمانيا، وسنتتبع شابين، شاب وشابة، مجدولين وستيفن. ستيفن ذلك الشاب الذي قامت عائلته بطرده بسبب رفضه للزواج بالزوجة التي أعدوها له، فقام بكراء أحد الغرف بأحد المنازل الريفية، وصاحب هذا المنزل هذا هو والد مجدولين. فسوف تنشأ علاقة عاطفية بين الطرفين، يعني بين ستيفن ومجدولين، وعندما سيعلم أب مجدولين بهذا الأمر سيرفضه، بحكم أن مجدولين هي ابنته الوحيدة، ويحرص يعني على توفير كل ما تتمناه وكل ما تشتهيه. فلما سيعلم بهذه العلاقة سيرفضها، وسيطلب من ستيفن مغادرة البيت، لأن ستيفن غير كفيل بتأمين حياة مادية سليمة لمجدولين. مجدولين وستيفن غياخذوا واحد العهد بيناتهم، أنه ستيفن سوف يسافر للبحث عن عمل وجمع المال، ومجدولين سوف تنتظره إلى أن يكون قادرا يعني على طلب الزواج، طلبها للزواج، وغادي يرجع. فعلى مجدولين انتظاره. هادشي اللي غنقول لكم حد الان، ما بغيتش نزيد شي حاجه اخرى باش ما نحرقش عليكم الروايه. تقدر نجيكم هادشي اللي قلت، يعني قصص كلاسيكيه، جوج بغاو يتجمعوا ولكن العائلات تأبى ذلك، ولكن كنأكد لكم بانه الروايه هو داكشي اللي غيطرى من بعد، لانه هادشي طرى غير في الصفحات الاولى للروايه، ولكن من بعد داكشي اللي غيطرى هو اللي غيعطي قيمه للروايه. صراحة ما كنتش متوقعة أنني أحب هذه الرواية، ولكن في الأخير عجبتني، صراحة عجبتني بزاف، لأنه كنت في الأول لقيت صعوبة أنني نعتاد على أسلوب مصطفى لطفي المنفلوطي، وكنظن بأنه هذا الأمر شخصي، يعني ماشي بالضرورة حتى نتوما غادي تعاني منه، لأنه ما اعتديتش بسرعه على الاسلوب ديالو، ولكن في الاخير ولا يعني عجبني. علاش ما اعتديتش عليه في الاول؟ لانه كان كيبان ليا في بعض الاحيان، بعض الاحداث اللي كانت مهمه كان كيركزها في فقره، مثلا بعض الاحداث اللي ممكن ترف واحد الوقت طويل وعندها واحد الواقع كبير على الروايه كان كيقولها لنا في فقره واحده. ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره، ولكن زعما كنت حتى كنقرا حتى كيوقع واحد الحدث واللي كيكون مركز، يعني ماشي كنبقى غادا مع الحدث حتى كيوقع، ولكن غير حتى كيوقع في واحد الفقره، في واحد الصفحه من الصفحات. ولكن هذا كان عنده جانب ايجابي من الناحيه الاخرى، انه ما كنتش كنقدر نتوقع داكشي اللي غيطرى،
كان عامل يعني ما كانش الملل في الرواية، لأنه دائما كيوقعوا أحداث بلا ما نتوقعهم، فهذا شيء إيجابي. أما بالنسبة للأسلوب فكنظن بأنه ما اعتدتش عليه بسبب مشكل يعني كيتعلق بيا، مش بالضرورة أنكم حسنتم ما تعتادوش عليه في الأول. ولكن في الأخير عجبني الأسلوب، عجبني طريقة العناية بالشخصيات. الشخصيات كانت عندهم واحد العناية كبيرة، عجبوني بجوج هما، لكن أكثرية ستيفن هو الشاب ذو الروح، يعني الذي يحب الفن، يحب الشعر، يحب الموسيقى. فكان دوك الأحداث اللي كانت كتوقع كان عندها وقع أكبر على النفسية ديالو، وصراحة كان عطف عليه بالعديد من الأحيان أكثر من مجدولين، لأنه يعني مجدولين بعض الأحيان دار شي حوايج اللي أنا عصبوني تتقراو وتعرفوهم، ولكن الشخصيتين بجوج عجبوني وكاع الشخصيات، ولكن الشخصيات الأساسية مجدولين وستيفن عجبني طريقة العناية بهم، خصوصا ستيفن. و اللي لقيته زوين في هذه الرواية أنه داكشي اللي كانوا كيحسوا به الشخصيات كنت كنحس به حتى أنا، يعني كانوا قراب ليا بزاف، كنت متأثرة بداكشي اللي كوقع ليهم وداكشي اللي حدث ليهم ماشي ساهل نهائيا، لأنه كما قلت لكم الأحداث اللي غتوقع من بعد هي اللي شكلات منها رواية جميلة جدا. فعجبني انني كنت كنحس بداكشي اللي كيحسوه، وقليل فاش الروايات كتكون عندها واحد الوقع على النفسية ديالي. كنت سمعت ياسين من قناة اقرأ مع ياسين احد الفيديوهات اللي صراحة ما عقلتش عليهم، قال انه في واحد الوقيتة بحال جاتو البكية من قوة دوك الاحداث ودوك يعني دوك الالام اللي عانوا منها شخصيات، وبصح يعني كتحس بيهم داكشي اللي كيعانيو منه كتحس بيه، وهادشي زوين بزاف بالنسبه للروايه. شنو اخر؟ عجبني ايضا كيفاش يعني كيفاش تقدمت الروايه، انه ماشي مصطفى لطفي المنفلوطي بوحده هو اللي كيهضر، ولكن كاينين بعض الرسائل كيداو لهم الشخصيات ما بيناتهم، مثلا رساله من مجدولين ستيفن، من ستيفن مجدولين، من مجدولين الى صديقه ديالها سوزان، من ستيفن الى ادوار، يعني الى جانب الحكي ديال الكاتب كاين الشخصيات كيعبروا على داكشي اللي كيوقع في القصه عن طريق الرسائل، وعن طريق دوك الرسائل كنقدروا نفهموا الاحداث. وهذه زعما خلاتني انني ما نحسش بالملل في الروايه، انهم كنشوفهم كيتراسلوا الرسائل ما بيناتهم، وهذه فكره جميله جدا. اعطيت للرواية 4 من 5، كما قلت لكم ما كنتش متوقعة انها تعجبني، ولكن صراحة كانت رواية جيدة وقضيت معها وقت زوين وأثرت فيا بزاف. اعطيت نقطة للأسلوب، لانه رغم انني ما اعتديتش عليه ولكن في الاخير جاني اسلوب جميل جدا. النقطة الثانية للفكرة، عجبتني فكرة تداول الرسائل بين الشخصيات. النقطة الثالثة للمتعة، انني استمتعت بالرواية. النقطة الرابعة، الأخطاء الإملائية وطريقة العرض داخل الرواية، أنه ما كانوش أخطاء اللي كتقدر تعصبك أثناء القراءة، يعني هادشي كيتعلق بالنسخة. وكما أنه كاين بعض الشروحات هنا كيديروهم في الهامش الكلمات الصعبة، فعجبتني الطبعة من الوسط، ولكن الغلاف صراحة ما عجبنيش نهائيا، ما عجبنيش، ما عطيتش نصف نقطة للغلاف لأنه كاع ما عجبني، ولكن سوف أعمل على جمع كتب مصطفى لطفي من هاد دار النشر هذه، لأنه عجبني كيفاش كيبانوا من هنا في المكتبة، يعني نفس الطريقة ولكن الألوان اللي كيتغيروا. المهم ما ندخلوش في التفاصيل. رواية عطيتها 4 من 5، رواية جميلة ونتمنى أنكم تنتم تكتشفوها. فاللي يقراها وعجباتو يقول لي في التعليقات علاش زعما شنو عجبو فيها، واش كيتفق معايا في الراي ديالي، وايضا اللي ما عجباتوش الروايه يعبر لنا على الراي ديالو ايضا في التعليقات ويعطينا اسباب ديال انها ما عجباتوش. فبغيتكم عاوتاني تعطيوني تنصحوني شنو هي الروايه المواليه اللي نقدر نقراها لهذا الكاتب. انا شريت ليه الشاعر، كنظن هي اللي غنقراها. البعض نصحوني بالنظرات، وانتم ايضا باش تنصحوني خليو لي هادشي كامل في التعليقات. فهادشي اللي كاين، كانت معكم مريم، قراءة ممتعة.